يحفظ التاريخ للهلال أنه وصل للمرة الأولى إلى المباراة النهائية في المسابقة الآسيوية عام 1988. آنذاك رفض الأزرق لعب المباراة الختامية أمام يوميوري الياباني بسبب مشاركة أغلبية لاعبيه مع المنتخب الوطني. المرة الثانية كانت في الدوحة عام 1991. واجه الهلال الاستقلال الإيراني في نهائي آسيا للأندية أبطال الدوري وغلبه بركلات الترجيح وحمل اللقب الآسيوي الأول. الرياض بعدها بسبع سنوات شهدت النهائي الثالث، لعبه الأزرق أمام نوغايا الياباني في مسابقة أبطال الكؤوس وفاز بثلاثة أهداف أمام هدف واحد، إنه اللقب الثاني. كأس السوبر الآسيوية في ذات العام 1997 أمام بوهانج الكوري الجنوبي، مباراة الرياض تنتهي زرقاء بهدف دون رد. وفي كوريا الجنوبية عاد الهلال بالتعادل الإيجابي بهدف ومعه اللقب الآسيوي الثالث. النهائي الخامس الذي يلعبه الأزرق كان في أبطال الدوري، العاصمة السعودية احتضنته عام 2000 أمام جبل الياباني، نهاية المباراة بثلاثة أهداف لهدفين والبطولة رقم 4 للهلال. من جديد يلعب الهلال السوبر الآسيوي أمام ياباني آخر هو شيميزيو الياباني، ذهابها في اليابان تنتهي المباراة 2-1 للضيوف، وفي الرياض تعادل بهدف وكأس آسيوي خامس. سابع النهائيات التي يلعبها الأزرق شهده العام 2002 كان في الدوحة وأمام هيونداي شينغ الكوري الجنوبي، الهلال بطل المسابقة أبطال الكؤوس بهدفين للهدف وأضاف لخزينته البطولة الآسيوية السادسة. في النهائي الثامن خسر الهلال السوبر الآسيوي أمام سامسونج الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بعد أن تبادل الفوز ذهابا وإيابا، ليقف بعدها عن النهائيات والبطولات القارية حتى العام 2014.